السلام عليكم اخواتي اخواني، كيف الحال؟ معكم جليلة من قناة جلة البيضاوية. اليوم ما جيتش نهضر على شي وصفة ولا، وانما جيت نهضر على فضيحة من الفضائح اللي كتوقع من صاحبات الروتين اليومي. المهم اليوم كنت تفاجئوا بواحد السيدة من سيدات من اليوتيوبوزات الكبارين تبارك الله، اللي كيقوموا بالفيديوهات ديال الروتين اليومي. للاسف واحد الخبر فاجعة يعني تعرضت له احدى اليوتيوبوزات، المهم ما غنذكرش الاسم ديالها، وانها تعرضت لواحد التشويه كامل من طرف الزوج ديالها. اللي الله يحفظنا وينجيكم. يعني المهم الزوج ديالها قام بالتشويه المؤخره ديالها، يعني بآلة حاده قام بتشويه المؤخره ديالها اللي ادى بها الى تشوهات والى حاله مزريه، وهي تتلقى الان العلاجات الطبيه في احدى المستشفيات بتماره. يعني الله يلطف بينا. علاش كنخرجوا على نفسنا وكنفسدوا اخلاقنا؟ علاش؟ بسبب المال زعما، بسبب الفلوس؟ لا حول ولا قوه الا بالله. السيده كدير دايره قناه من وراء ظهر الزوج ديالها، وكتقوم بأفعال شنيعة، وكتقوم بتسجيل مثل هاد الروتينات يعني اللي الزوج ديالها غير راضي عليها، ما أدى إلى ما لا يحمد عقباه. للأسف هي مسكينة الآن في حالة خيبة يعني، وراها في المستشفى، ويعني ما أنا مهم أنا ما لقيت ما نقول. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نسألك العافية، اللهم نسألك العافية، هذا اللي نقدر نقوله. والله يهدي أصحاب هاد القنوات، الله يهديهم على نفسهم، الله يهديهم على كيكونوا زوجات وأمهات وربت بيوت. يا حسرة، ربت بيوت وكيديروا هاد الشي، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لطفك يعني. المهم نتمنى لها الهداية، ونتمنى لها هذا يكون درس مفيد لها. والسلام وختام.